هنا في مركز علاج مرضى الفشل الكلوي بمدينة عتق في محافظة شبوة. لا شيء ينتظر هؤلاء المرضى سوى فرصة أخرى للحياة والخلاص من معاناة المرض وصعوبة الأوضاع التي ضاعفت من آلامهم. ففي ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الحرب، يجد المشرفون على هذا المركز صعوبة في توفير المواد الأساسية لجلسات الغسيل، الأمر الذي يجعل المرضى يواجهون خطراً يهدد حياتهم في حال توقفت خدمات المركز. احنا نعاني من نقص شديد في الأدوية حق الغسيل، في ناس محتاجين يعني يجوا من مناطق بعيدة وظروفهم المادية صعبة جدا للغاية، وأيضا المحاليل حق الغسيل يعني فيها نقص شديد، والكهرباء انطفاء في الكهرباء على طول. ليست المحاليل ونقص الأدوية وحدها من يهدد حياة المرضى، بل تشكو إدارة المركز من شحة الإمكانيات وعدم قدرته على توفير النفقات التشغيلية ورواتب العاملين، وحاجتها أيضا لأجهزة ووحدات غسيل إضافية. لدينا الآن 49 مريض يقدم لهم جلسات في الشهر 328 جلسة غسيل كلوي، ولكن الآن لا يوجد لدينا اعتماد مالي لا للموازنة التشغيلية ولا لجلسات غسيل، إنما يقوم هذا المركز على نفقة أهل الخير ولا يعتمد بأي موازنة من السلطة نتيجة للوضع الراهن في البلاد وما يعانيه، حيث أنه تم افتتاحنا في شهر 1/2014 وإلى الآن لم نستلم أي دعم من السلطة المحلية كجلسات غسيل كلوي. بين آلام المرض وظروف الأوضاع الراهنة، هكذا يعيش مرضى الفشل الكلوي في محافظة شبوة، في حين تواجه مراكز الغسيل الكثير من الصعوبات ونقص المواد اللازم. ففي مدينة عزان لا يختلف الحال كثيرا، إذ واجه مركز الغسيل التابع للجمعية الخيرية لغسيل الكلى الكثير من الصعوبات، سواء في مواد الغسيل أو الحاجة لبعض الأجهزة الضرورية، فبعض أجهزة المركز تجاوزت عمرها الافتراضي منذ ساعات العمل. من المعاناة الموجودة في المركز، أولاً محاليل الغسيل، طبعاً المركز كان له مخصص جلسات غسيل سنوي معتمد من وزارة الصحة العامة، حوالي 3 سنوات لم تصرف أي مخصصات للمركز من وزارة الصحة، وهذا شكل عبء كثير على المركز. الآن المركز في يعني مهدد بإيقاف العمل في خلال فترة شهر ونص إلى شهرين بالكثير، احنا ما نسميه الآن الخط الأحمر. ومما يضعف معاناة هذا المركز اعتماده على مولدات كهربائية خاصة بشكل متواصل، نظرا للانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي على مدينة عزان والمناطق الشرقية من المحافظة. إبراهيم حيدرة، لقناة بلقيس، شبوه.